معنا من لارنكا مراسلنا أشرف سعد. أشرف أهلا بك. طبعا كانت زيارة مهمة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى قبرص، ما هي الأصداء؟ وأيضا ما هي أصداء التصريحات الخاصة بخلوصي أكار بأن مسألة عودة أوروتش رئيس لا تعني التخلي عن مهمتها في المتوسط؟ بالإشارة إلى زيارة وزير الخارجية الأمريكي، يبدو أنه وكما كان يتوقعون كما كانوا يتوقعون هنا في قبرص، الرسالة التي وجهها إلى تركيا قد وصلت. أولا هو قرر توقيع أو وقع بالفعل مع المسؤولين القبرصة على اتفاقية تعاون أمني مع الولايات المتحدة، وأيضا قرر تمويل منشأة أمنية هنا في قبرص وتتولى أعمال الأمن البحري، وذلك في إشارة قوية إلى دعم الولايات المتحدة لقبرص. أما الرسالة الواضحة فكانت ضرورة أن تسحب تركيا سفنها وقطاعها البحرية وتوقف عمليات التنقيب قبل الشروع في أي حوار حقيقي. يبدو أن هذه الرسالة وصلت، ويبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد استجاب للضغط الأمريكي بقرار بلاده، يعني إنهاء مهمة أو على الأقل عدم تجديد مهمة سفينة الأبحاث التي كانت تعمل شرقي المتوسط. القبارسة كانوا يعتقدون أنه إذا كان هناك من يستطيع وقف السياسة العدائية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فهي الولايات المتحدة بعد أن أخفق الحليف الأوروبي وأخفق أيضا حلف شمال الأطلسي. ولكن ورغم ذلك فهناك الكثير من التشكك حيال يعني مواقف ونوايا الرئيس التركي. فوزير الدفاع القبرصي تحدث عن خلق أو بث أجواء من التوتر في المنطقة بسبب سياساته العدائية التي تضرب عرض الحائط بالمواثيق الدولية وأولها ميثاق الأمم المتحدة، خصوصا مع رغبة الرئيس التركي في تغيير شكل المعاهدات السابقة والمواثيق الدولية التي تم الاتفاق عليها قبل عقود عدة. على أي حال قبرص ورغم ترحيبها بهذه الخطوة فهي تعتقد أن يجب أن تتبعها خطوات أخرى قبل الشروع في حوار حقيقي. شكرا جزيلا لك أشرف سعد مراسلنا من لارناكا.